بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. وسلسلة إني تحانها هيد أنا ومك عدرني سلسلة الفوائد اليومية من الأخلاق والآداب الإسلامية، ومجلس كيني لباد أما حلقة إني لباد قصاب سنة سلسلة ده، وحنقصه قادنينا فإذا ذي إنك هوات مانتا الأخذ بالأسباب والعمل والمحاولة والبعد عن التواكل، قفك إنو كد ذاله إنو الصبب كلا إماضه وحكستاء ورجينا يسوين إلهي سبحانه وتعالى أبال ونأكسن وكاقار سيو إن أدلا إماته صببتي تكاري لهد كحقيجين لهد وحا عمل اجتهادنا وقفك اعتماد مر والبا كان ديراد وحلو يقانو التواكل. التواكل وقفك إنو شيء تمنيو إنو هلو أسونا شقي سنين. الله سبحانه وتعالى وحولي هاي مركو كهدلا المؤمنين تا وإلهي الجنة وكو أبال مريني دونو أيا رقن كودي الدنيا دا مركا جوغين أي كو مجرين. الله سبحانه وتعالى مركو كهدلا في سورة الطور وحولي هاي قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. حليه نحن هاني جرنا الدنيا ذا مركان جوجناي أنجو أهل كان قال لنا خب هذا إلهي كعبسدا عبسدي سلازمة أيان هاني جرناي مركا عبسدي لازمين أي إلهي سبحانه وتعالى السبب وقد جاي بدبادة دمبة هي عاقبة ونعكسن ويجارين صدرت هذا إلهي أمهد علينا يا نوح إليه فمن الله علينا إلهي باق الله ذا يستيد شان الله ووقانا عذاب السموم عذابك كولولاي جيرك مركا جيلاي مالها تنتا يحادا يكسو بحدو كوليلك جيلاي سمومكا هاادكا ودبكا بدنا نارتا يو إلهي سبحانه وتعالى نقبت باديي مركا آيادا وحلقا قادنا يا الأخذ بالأسباب والعمل والجد والمجاهدة وفكا مسلم كاينو صببك الله يماضي جنة مدونيسة إلهي رديه سمدونيسة حقيجي سبب كي أتكو قاري لهاد لا إماو إلهي تقوى ديسا سكو قرحي مأموراتك كصوبح وحي إلهي كاري بين كفوغاو يوسى النقنين جنادة جعلك جعيشة هاي تمني وحاد اسكي جعيشة هاي نيادة كوهايسو لكن عمل وسنجيرين وحاكا لو آيادة انكفى إذي سنينة الجزاء من جنس العمل وليها المركي إلهي سبحانه وتعالى أي كبقين حي سمعين جرين هبين كنا إني تكذان سلاة الليل وسجدان مالن ككللنا إني صومان أو إلهي درتي سأي هرات كأي كليل كأي تحملان صادرت هذا كليل كي مالن كأي سوم جرين إلهي وحكاك بد بادية كليل كنارتا مركا دفر كي سجد كي هبين كأي سمعين جرين إلهي الراحة يستريح بوغو بدلي مركا مكود دالنا عمل إلهينا سبحانه وتعالى أنه أغو دوانينو كان قود الرين إنه أبال ونأكسن وحكى لأيضا إسلام قضب كاس الأخذ بالأسباب والعمل والاجتهاد إنه قفك مسلم كصبب كان الله إماضه كان فقاده إنه شيء إسكجع ليس أسوان الله إيمان الله سبحانه وتعالى وعليه في سورة مريم مركو إلهي كهد لا كحكايون أي مريم بنت عمران إيه فوشي أي مرتين مركا إذا ليس نبي الله عيسى أي الله سبحانه وتعالى وعليه وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وحليا هاي الروح أو لقلق جيتك جمرتا قنتي سهوسي لقلق سمركا رطبك يمرها يكوصو داتان وقبر مسكين فولان ايسو تبرعان هاينين حملي ايهدن إلهي الشقضة سليا هاي قبو وصببك لعماو إلهي وحو أقود إليا هاي إذن جيتك لقلقين إنه مراها تمرت أوصو الضادية أقود بأوليها قادر على كل شيء إذا أقود بأملها حالة إذا لكن أرنك وحونا تصين يا إنه قفك مسلم كأوسما يا وحلو يقانو سبب كإنه الله إماضو حقيقيو إلهي ناسقو تلسارنا يو سر تمركا كجرتو إلهي ليه هاي جيتك لقلق ووجوب الأخذ بالأسباب والعمل والمحاولة والبعد عن التواكل قفك إنه السبب كالله إماضه
إلهي إنه مركا وكرجيو سبب كان مركو لأي ماذا وحي كردلاني لها مريه إنه مركا إلهي كرجيو لكن أوسن فريسانينو أوسن ده إنه حندونا إنه انتاجر نقضو أنيقو إن شقيسانين وحندونا إنه انجنة قلو أنيقو إن شقيسانين أرن كاسا مركا لغديق إياه قضب كينا سدحات وأرن آدي آد مهم وآه وقت هذا أنجبننا آد وبهسن تاسو آه حرمة عظم حرمة أذية المؤمن بغير حق إنه قفك مسلم كا أغاذه عليسك أولي هاي قفك مسلم كا حرمة ذيس عليسك أيلاذ هاي إيو إن لدبه خطرت أيلاذ هاي إن ما أنت ليس لبه أو ليس ماغه وأرن آذي آد أبضان إلهنا سبحانه وتعالى أرن كامركو كهد لا يحيري والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا قل يا هاردبه مؤمنين ترقى يدمرك وحايا كسبن وين سبب يشقن كلهن كردبه وحايا حنبارسدين دمبي يبين أبورد آذي آد علس يمرك بهتان وين مرك الله سبحانه وتعالى أرنك وحرمي صدرت هذا لكن وحيا لها ما أنت وفضوط ولبا قارهان سوشيال ميديا وحيا لها كالسعدة و عرضك قفك مسلم كشرف كيس الله بنايسته وحلول جيسته لا لا دبو أي آدي آدو غفر بدن مركا أرنت حرمة أوليها قفك مسلم كان إنا نقرنه دب كيس أنا أنكفه قانه قال يا في علمنا أنا مكود بين وعليها هي ننك زاهد كأها عابد كأها فضيل بن عياض رحمة الله عليه أي وعليها والله ما يحل لك أن تؤذي كلبا ولا خنزيرا بغير حق فكيف تؤذي مسلما والله قوم بنانو إن أدبته أي إن أدبته قوم بنانو ولا دوفار با إن أدبته قوم بنانين حق لآن وبها إمتاز إلهي سبحانه وتعالى كميدا مخلوقات كيسا أيان لغو أقولين إن أدب لآن أيقونا وحي قيستين آن إنجرين إن أدبته سيدات مركا ودبي كرتا قف مسلم او شرف له حرمت له مركا ارن كاس وارن مركا انا مرنا بحلال كو اهين انو اسك الى لي قف مسلم كنا لدونايو قضب كينا افراد خو يهي لقاء الناس بالبشري وارن عاد ان او باهنا ايمانتا ددك مركا لا كل مايسو لا كلن اديغو دول عدينايو اديغو وجيغادا او فرفرن يهي وارن ادي ادو قيمه بدن بل كميت الصفات كي نبي جينا صلوات الله وسلامه عليه أولها أي كميت هاي مركا إنا سكودي تتك أدلك ولن تأذيك وجه فرفرا أذيك ودول عدينا صدقنا ويكون نقونا إساسي نبي جينا صلوات الله وسلامه عليه ويري تبصمك في وجه أخيك صدقة ولالك هذا وجهي هرتي سعود كل دول عديسه صدقة يكون نقونا إسا مركا حليه سلف كيني ننك مده العتابي لو يقاني aya wuxuu leey ya wuxuu aha sifadaas ayuu lahaa sifadan furfurnaanta iyo dhoola cadeenta iyo wajiga marka bashaashka ah ayuu lahaa markaas la weydiyay waxa la yiraahdee adiga dadka waxaad la kulanta adiga oo bashaash ah maxaad sida u sameysaa markaas wuxuu yiraahdee daf'u daghinatin bi aysari mauna waktisabu ikhwanin bi aysari mabdhulin waxaan sida u sameynaya xiqdiga iyo urqutaalada dadka ay xambaarsan yihiin ayaan dib la'aan iska dafcinayaa oo marka ayaan ka hortagayaa qofka marka adigoo bashaashe ka hortagto xataa haduu cuqdad iyo xumaan kuu qabe uu ka sirriiganayaa uu ka xishoonayaa inuu weji marka toban inuu kugu qaabilo marka qofka wixii uurkiisa ku jiray ayaan ka hortagayaa un saafi garaynayaa buu leeyahay dib la'aan waxaan kasbanayaa dad walaalo ah oo saaxiibahayga anigoo aanan shaqo culus qabanin wajiga furfuran baan dadka ku kasbanayaa marka wuxuu leeyahay dadka la mahadiyo oo la amaanana waxa ugu badan ay ku gaaraan waa wajiga furfuran ayaa marka ugu badan dadka inta badan la jeclaado oo dadka ay amaanaan wajiga furfuran baa ugu badan nabigeenana marka laga waramayo sifaadkiisa وحلي يرادا وكان دائما البشري وحوها من مروال بوجه فرفرا وبشارة إيو وناك وكم وقدو مركا استفادانا أن اسكو دينو أن اي دقن نون نقطو
وحان وضم بين كسو جب جبينا يا القذين إن كلمة دينا ما أنت التغابي والحلم يعني وحيالها دباتو ينكر دعايو ينورش الدنيا ذني كذيت كبدن لجدن كيلولن كاه وحيالها دباتو ذا لكل ما يسو وحفر بدن إن أذكر دقتيرتو وحفر بدن إن أقف دوهن دريمي إن أذكر دكتو حلم يدل قادنا إن أسمعيسو وناك بدن باكو جراه صادرت هذا أيها وحجري جرينين آذ دل قاد بدنا سلف كيني ألحنف لديه جري بن قيس مركا مالن بانن ماغي وعايي وسكا آموسي مرلبات بوكو عليي وكا آموسي كدب كي عيتمي باقوم ميو وحيرا ديواله فاه ما يمنعه من أن يرد علي إلا هواني عنده وحأدي ذي إنو إرديو إنو مركا إسكا كي دفاعه وحأدي ذي وآمصي والليدنان تأي قيمة درد أكتيس أنك جوه سادرت هذا مقفك هندوك قابصة ضدتك وسن أجواب وحفر بضان يرباتو ينكلو قيستو هدو إسكا عفيو وناقم بوك قاريا مركا وانا السلف كين لقن آدو قبطنا ويسمين جرين مركا سيدوكالي وحالا ما قاينين كي لو يقاني محمد الحنفية علي بن أبي طالب وأغو قواها أيا سيدوكالي نين عايي وما قاي مركو وحف ربضان كشي قاي أيو سقا آموسي مركي الدنبكي باقوم ميو إنو الرالي قليو إماضي مركا سوحيرا دو أنكو قفي إقرار لنقو مركا سوحيرا دو حفرها بضناي أوتشاكتي حدو دنبي أهين الله أكو دافو حدو وناك أهين إله ميزانك أكو صارو والسلام عليك مركا سداسي مركا أهاني جرين داتكين أنك هرريي إنان قدية أننا آتكي آتكي أن أغباهن هاي كلمة دينا مانتر أنت أسامك سوكوبايا إلهي بمويد سنينا إنو نغيالو الذين استمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.